بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مرض النبي عليه الصلاة والسلام وطبب في بيت عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله تعالى عنها، ولم لا وهي الصديقة بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ثم ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين تخط قدماه في الأرض، حتى شاهد الصحابة ورأوه وصلى بجوار أبي بكر، وكان ذلك على يسار أبي بكر، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس جميعا بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بليال، كانت له وصايا، من هذه الوصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والصلاة منصوبة على الإغراء، والتقدير إلزموا الصلاة، إلزموا الصلاة ولا تضيعوها، فكان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أن حافظوا على الصلاة ولا تفرغوا فيها. فالصلاة قدرها عظيم، ولم يفرض ربنا سبحانه وتعالى فريضة في السماء إلا فريضة الصلاة، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام فريضة بعد التوحيد فارقة بين الإسلام والكفر إلا ما كان من شأن الصلاة، بين الإسلام والكفر ترك الصلاة أو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتاله، ووجوب قتاله، وبذلك حاجج أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلم يرى الصحابة كفرا بعد الشرك أشد من ترك الصلاة، وكان الصحابة من أشد الناس حرصا على الصلاة، بخلاف هذه الأزمان نصلي نافلة الأوقات ونصلي فضلات الأوقات دون حضور ولا خشوع ولا قلب. فنسأل الله تعالى أن يصلنا بخيره وأن يوفقنا إلى طاعته. الوصية الثانية من وصاياه صلى الله عليه وسلم التحذير من اليهود والنصارى. لقد ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام كنيسة بالحبشة، وذكر له من تصاويرها وشأنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك أي اليهود والنصارى شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا شرار الخلق عند الله يوم القيامة اليهود والنصارى، ذلكم إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهناك زيادة وصوروا له التصاوير، فإني أنهاكم عن ذلك. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، عن اتخاذ القبور مساجد.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان محافظا على التوحيد أن يهمش أو أن يخدش أو أن يقترب منه بشيء يفسده. وإذا تتبعنا مفردات ذلك سنجد طائفة عظيمة تدل على ذلك المعنى، وحسبكم أن تطالعوا هذا الكتاب الفذ في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت وأصغت، والإصغاء إنما يكون عن شيء هامس فهو أخص من مطلق السمع، أنها سمعت وأصغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الله أكبر. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. ما شاء الله، عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت. بأبيه وأمي ونحن جميعا فداؤه ونموت من أجله صلى الله عليه وسلم. كانت وفاة حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وخير أمتنا كانت وفاته يوم الاثنين قبل صلاة الظهر في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يوم الاثنين يوم ولد فيه رسول الله وفيه أيضا قبض. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسنح عند طرف المدينة فأقبل على فرسه، فلما نزل دخل المسجد لأن الحجرات كلها أغلقت إلا حجرة من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل المسجد لم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، وهذا هو التريث، أن الإنسان لا يهجم على الأمر هجما، بل لابد أن يتأنى وأن يتريث، فإن الله تعالى يحب الأناة ويكره العجلة. وفي الحديث المشهور الذي في إسناده كلام: العجلة من الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد القيس للأشج العصري زعيم وفد عبد القيس: إن فيك لخلتان يحبهما الله ورسوله. قلت: يا رسول الله، ما هما؟ قال: الحلم والأناة. الأناة التريث، التمهل، عدم الهجمة على الشيء، عدم التسرع، لا تتسرع في حكم ولا تتسرع في فعل ولا تتسرع في قول، فإنك في سعة ما لم تتسرع، فإذا تسرعت ملكت ولم تملك، فإذا تسرعت ملكت ولم تملك. أنا تكلمت، ما رأيك في فلان؟ رأيي فيه كيتو كيتو كيتو، تكلمت. إذن الكلام ملكني ولم أملك. إذا أردت بعد ذلك أن أعدل كلامي هيهات هيهات.
لكن أنا في سعة ما لم أتعجل. أنت في سعة ما لم تتعجل في قول أو فعل، في قول أو فعل. إياك إياك والعجلة، إياك إياك والعجلة، وعليك عليك بالأنا، فإن الأناة خلق لا يأتي إلا بخير. أبو بكر انظروا إلى أناته، انظروا إلى أناته وتمهله وجميم أدبه وعظيم فضله وقوة جأشه. الناس جميعا ثكلى من هول ما سمعوا من وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي على فرسه من غير سرج، الفرس ما فيش عليه لا بردعة ولا أي حاجة، حتى ولا شكار ولا شوال، ينتطي ظهره، يأتي يدخل المسجد ثم يدخل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة، ببردة حبرة، فكشف عن وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. قبل أن تصلب ثم بكى، مسألة عجيبة جدا يا إخوان. لما إنسان يكون مصاحب واحد مدة طويلة ثم يفتقده، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مصاحبا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر ما كان يقال جاء أبو بكر، جاء النبي وأبو بكر وعمر، ذهب وأبو بكر وعمر، قال وأبو بكر حاضر. أبو بكر صاحبت أنفاسه نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه الفراق ويحدث فيه الوداع ويقع فيه الحين ويكون فيه الانفصال إلى الرمث، ثم بعد ذلك لا لقاء إلا إذا أذن الله. طبعا هذه معاني جياشة. يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه وذهنه وقلبه هذا هو رسول الله الذي حمل الدعوة في مكة وصابر المشركين وجاهد في الله حق جهاده وأوذي في الله حق الإذاء، فما حاد عن دين الله، فما حاد عن دين الله، ولكن كان قويا بربه، قويا بما يحمل. هذا هو رسول الله الذي كان يجلس معه في دار الأرقم، والذي كان يسير معه في شعب مكة، والذي كان يهاجر معه، الذي هاجر معه، والذي كان يقرأه أو يقرأ له القرآن ويسمع منه القرآن. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل أن يكون زوجا لابنته، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. هذا هو رسول الله الذي أمل الناس والذي أسمعهم القرآن والذي حكم والذي فصل. هذا هو رسول الله الذي تجلت أخلاقه وسمت خلاله فكان قرآنا يمشي على الأرض. هذا رسول الله الذي جيش الجيوش وبعث السرايا وأقام الحق وأزهق الباطل وكسر الأصنام وأدخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن صابرهم وجالدهم سنين عددا، ثم بعد ذلك يأتي فيموت، يأتي فيموت، سبحان الله. طبعا هناك يعني إيرادات يمكن أن تدخل على القلب وعلى العقل عندما تجد من تحب مسجى بين يديك، إنها لحظات ولكنها تمثل التاريخ كله، تمثل التاريخ كله. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا نحن في حاجة إلى الدين، الدين ليس في حاجة لنا مطلقا. الذي يتنكب الطريق إنما يبلغ أذاه نفسه، فحاله كحال الطاعن نفسه وحال المتردي من شاهق. أما الذي يلتزم جماعة الملتزمين ويحاككهم ويكون ربيبا لهم ناصحا أمينا لهم معينا لهم، فهذا هو أبو بكر يدخل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مسجى نائم يكشف عن وجهه ويكب على وجهه يقبله وهو يبكي، يقبله وهو يبكي، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، اللي هي تلك. وفي حديث ابن عباس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم: إن محمدا لم يمت، وإنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى لملاقاة ربه، وإنه راجع أو قافل يقطع رقاب رجال من المنافقين. الناس اللي بيقولوا إن هو مات ما ماتش، إن محمدا لم يمت وإنما ذهب لملاقاة ربه. عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الجهبذ، هذا الفاروق، هذا الذي كان الشيطان يفرق منه، هذا الرجل البكاء الذي لا تأخذه أو لا يأخذه في الحق لومة لائم، هذا الرجل انظر إلى مقامه، انظر إلى مقامه، يصيح بين الناس ويقول: إن محمدا لم يمت وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى لقاء ربه، ثم يأتي فيقطع رقاب ناس من المنافقين. قاعد بقى يصيح بقى في المسجد، صائح هائج في المسجد، وهو عمر، وهو عمر. سبحان الله، عندما كنت في العمرة الأخيرة تعمدت أن أذهب ناحية جبل عمر. بين جبل عمر وبين الكعبة مسافة لا تقل عن 2 كيلو. سبحان الله، هذا الجبل سمي بجبل عمر. لماذا؟ لأنه في بعض الروايات أن عمر وقف على هذا الجبل وقال: من أراد أن ترمل نساؤه ويثكل أولاده فليتبعني وراء ذلك الجبل. اللي عاوز بقى يعني يتقتل فمراته تبقى بغير زوج وأولاده بغير أب يجي وراء الجبل ده بقى وشوف اللي يحصل. فكنت أتعجب، أخذت أتأمل إلى هذا الجبل. عمر وقف على هذا الجبل وأخذ ينادي الناس وهم حول الكعبة، ما جرأ أحد أن يقوم من مقامه. هذا القوي الجلد يهيج بين الناس ويرفع صوته قائلا: ما سمعتم؟ حد يقدر يكلمه؟ لا. وننظر إلى فضيلة أبي بكر لنؤسس على ذلك ما أسسه أهل العلم من دلالة سأذكرها الآن إن شاء الله. دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فتشاهد أبو بكر، أي استفتح خطبة فأقبل الناس إليه. انظر إلى هذه المسألة، أي ترك الناس
عمر وأقبلوا إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أما بعد، أي بعد أن تشهد، قال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. قال ابن عباس: فوالله كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا وهو يتلوها. هذه المسألة، اسمع إلى جملة أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الجملة تشعرك بشخصية أبي بكر ومكانته في الدين، وهي مكانة المتبع اللازم، مكانة المتبع اللازم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، اللازم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كل المواقف كان كلام أبي بكر هو المسدد، في المواقف التي فيها اضطراب وحدث فيها لغط كان كلام أبي بكر هو الكلام المسدد. ولعل من أعظم هذه المشاهد مشهد الحديبية، عندما كاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل مكة في عام الحديبية، غضب عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ بل. أليس على الباطل؟ بل. فلما الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رسول الله. يروح لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ بل. أليس على الباطل؟ بل. فلما الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله تعالى ناصره، فالزم غرزه، فالزم غرزه. يبقى مين اللي كان أسد؟ وقول مين هو الموفق؟ قول الملهم ولا قول الصديق المتبع؟ قول الصديق المتبع. فهذا دلالة على أن مقام الاتباع أعلى من مقام التحديث، أعلى من مقام التحديث، وأن مقام التصديق أعلى من مقام الإلهام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون، أي ملهمون، وإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. يبقى الناس الملهمين المحدثين الذين يلقى الحق في قلوبهم وعلى ألسنتهم، منهم من يا أخوانا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك كان مقام أبي بكر أعلى من مقام عمر، كان مقام أبي بكر أعلى من مقام عمر. السؤال: ما هو مقام أبي بكر؟ مقام التصديق اثنين والاتباع، ده مقام أبو بكر، التصديق والاتباع. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعدين ذلك الفضل من الله. إذن يمن الله تعالى على من يشاء بالنبوة، وعلى طائفة أخرى بالصديقية، وعلى طائفة ثالثة بالشهادة، وطائفة أخرى بالصلاح، والصلاح وراء ذلك جميعا، وراء ذلك جميعا. والاتباع، الاتباع كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مين؟ كان أبو بكر. ولذلك لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم أحد بعده إلا أبو بكر. يأبى الله
ورسوله إلا أن يؤم الناس أبو بكر. شوف يا أبا الله ورسوله إلا أن يؤم الناس أبو بكر، هذا دلالة على مكانة شريفة ومقام عال لا ينال بالدعوة وإنما ينال بالتحقيق، وهذا كله فضل الله عز وجل. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليهم تارة بالرسالة وهذا سياق الآية، وتارة أخرى بالصديقية، وتارة ثالثة بالشهادة، وتارة رابعة بالصلاح. إذا دي أرزاق، والسعيد من أكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه ما شاء بقى الرسالة، ولكن يرزقه ماذا؟ المقام الأعلى بعد الرسالة وهو الصديقية. الصديقية أبو بكر عندما سمع بالإسلام سارع وصدق، وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء إلا سارع في أبو بكر وصدقه. حتى هذه الحادثة العجيبة، حادثة عجيبة وهي حادثة الإسراء والمعراج، بعض المسلمين هذه الأيام ربما لا يطيق عقله أن يتحمل هذه الحادثة، إن واحد يروح من مكة إلى بيت المقدس وبعدين يطلع إلى السماء السابعة ثم بعد ذلك يصعد إلى لا ثم، ثم يحدث بعد ذلك الترداد في شأن الصلاة، ثم بعد ذلك ينزل إلى بيت المقدس ليصلي بالملائكة ثم ينطلق إلى مكة، ده كله في ليلة واحدة في بضع ساعات، إزاي الكلام ده؟ عقولهم لا تحتمل. عافاهم الله وعافانا الله أن يصيب الله تعالى عقولنا بما أصاب عقول هؤلاء النوكة الحمقى. طب سؤال بسيط، لو جبنا شوية تراب، شوية تراب نقول لك التراب ده هوت هنخلي منه لحم وعظم وجلد وأعصاب، ونخلي منه جهاز دوري وجهاز عصبي وجهاز بولي وجهاز هضمي وجهاز تنفسي، ها ده كله منين؟ من التراب. مش كده وبس، سنمد هذا الجسد المصنوع أو المخلوق من التراب بكمية هائلة من الشعيرات الدموية. حدثني بعض الأساتذة الكبار في الطب أن الشعيرات الدموية الموجودة في جسم الإنسان ممكن تلف الكرة الأرضية عدة مرات، يعني الشعيرات اللي في جسمك ده لو لزقنا شعيرة في بعضها الكرة الأرضية دي كلها تلفها عدة مرات. ده كله منين؟ الشعر ده كله منين؟ من حفن التراب، من تراب، من تراب. طب العقل يحتمل ذلك؟ لكن عندما أخبر الله تعالى بذلك قلنا إيه؟ خلاص سمعنا وطعنا. إذن أسعد أمة بمقام الصديقية هي أمة الإسلام، أعظم أمة تسعد بهذا المقام هي أمة الإسلام، لأن إحنا بنصدق في كل حاجة. أنتوا مخلوقين من تراب، نقول حاضر إحنا مخلوقين من تراب. أنتوا هتموتم، ماشي يبقى إحنا هنموت. طب أنتم ستبعثون بعد الموت، خلاص نؤمن بالبعث بعد الموت، وبعدين بعد البعث في حشر فنؤمن بالحشر، في موقف نؤمن بالموقف، في هناك حوض نؤمن بالحوض، في هناك شفاعة نؤمن بالشفاعة، في هناك شمس تقترب من رؤوس العباد نؤمن بذلك، في تخاصم الناس في عرصات يوم القيامة نؤمن بذلك، ففي هناك حساب نؤمن بذلك، ففي هناك عرض نؤمن بذلك، ففي ميزان نؤمن بذلك، ميزان تتوازن به الحسنات والسيئات، وتارة يوزن به الناس وما يعملون نؤمن بذلك، ففي هناك صراط، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، ونمشي عليه؟ آه تمشي عليه، ياه نؤمن بذلك.
نؤمن بذلك. طب الصراط ده مضروب بين ظهراني جهنم، يعني لا يقع، يقع فين؟ في جهنم. طب وجهنم ديت من فوقها لتحتها قد ايه؟ 70 خريفا، يعني حجر لو اترمى من شافير جهنم يوصل لقعرها بعد 70 سنة. يا إله، نؤمن بذلك؟ طب بعد ذلك في هناك أهل الأعراف في كده مكان بعد الجسر كده لتطهير، للتطهير، نؤمن بذلك؟ طب فيه بعد ذلك الموت يتجسد في صورة كبش أملح أقرن يذبح بين الجنة والنار حتى يراه الناس جميعا، نؤمن بذلك؟ طيب الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، فأهل الجنة منعمون فيها وأهل النار أشقياء فيها، نؤمن بذلك؟ نؤمن برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا الأمة الوحيدة التي تؤمن بهذا جميعا هي أمة الإسلام، أمة الصديقية، وذلك ما فيش هناك أمة على وجه الأرض حققت المقام العالي اللي هو المقام بعد مقام النبوة إلا أمة الإسلام، الأمة الوحيدة، الأمة الوحيدة. قارنوا مثلا بين الصحابة وبين بني إسرائيل، قارنوا بين الاثنين، قارنوا بين أمة الإسلام وبين أمة اليهود والنصارى. أمة بني إسرائيل كم رسول راح لهم؟ قال الله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما تدل على ماذا؟ على الكثرة والاستمرار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن كلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار المتضمن معنى الكثرة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استمرار يتضمن معنى الكثرة. إذن كلما تدل على إن هناك رسل كثيرة جدا جت لبني إسرائيل، مع إن عمر أمة بني إسرائيل قصيرة. طيب كم رسولا بعث إلى أمة الإسلام؟ كم رسولا؟ رسول واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل بعث بعده رسول؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فأنا خاتم النبيين، ليس بعده رسول. طب حاجة تانية: ولأن بعثته دلالة على قيام الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين ثم جمع بين إصبعيه كهكذا. طيب سؤال بعد ذلك: هل هذه الأمة رأت النبي محمد؟ لا، إذن هي أسعد الأمم بالإيمان بالغيب، مش مجرد التصديق بس، لا، والإيمان بالغيب. طب حاجة ثالثة: طيب هل الإيمان فتر في قلب هذه الأمة حتى اندثر وانقطع فيحتاج إلى رسول؟ لا. يا إلهي، ففي كل زمن يجي طائفة من الناس يجددون شباب هذه الأمة، مش شباب الدين. الدين لا يهرم أبدا، الدين لا يهرم أبدا، دين الإسلام لا يهرم أبدا، دين ثامن، لأنه دين الله، الدين الذي ارتضاه الله، الدين الذي من أجله فطر الله السماء والأرض، الدين الذي من أجله يكون البعث ويكون الحساب ويقام الفساطيط، فسطاط أهل الحق وفسطاط أهل الباطل. سبحان الله، ما وجدنا أبدا أن عرى هذا الدين قد انحلت أو انمحلت أو ضعفت أو وهت، وإنما الضعف يصيب من؟ يصيب المسلمين. سبحان الله، لما نيجي ننظر، وهذا المعنى قلته من قبل، الشباب ده ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ ده سؤال خطير جدا يا إخواني. فالمخابرات العالمية ودول العالم كلها تجاهدكم حتى تحول بينكم وبين دينكم،
كل الجهد العالمي مصبوب لهدف واحد، ليس القضاء على الماركسية ولا اليسارية أبدا، كل الجهد منصب القضاء على الإسلام والحيلولة بين المسلمين وبين إسلامهم. ليه؟ لأن المسلم كالأسد كالليث الهصور ولكنه واخد حقنة مخدرة، مخدر، فالأسد متخدر بيفتح عينه، بس الأقزام بيطؤون عليه بالنعال، بيدوس عليه بالنعال وهو أسد، والأقزام الجرذان الحقيرة المريضة يمكن أن تضرب هذا الأسد بذيلها، ربما تطرف عينه، ربما تبول عليه، لكن هذا الأسد يكون عنزا؟ لا، يبقى الأسد أسدا حتى ولو كان مستضعفا. طب الأسد ده لو انتفى شفاء يقدر الفريق ناحيته؟ لا، يجي أي حقير حيوان حقير يقدر يجي ناحيته؟ ما يقدرش. إذا المطلوب أن تكون أمة الإسلام مغيبة عن واقعها، ده المطلوب، ياخد مخدر عشان يبقى عايش ومش عايش، عايش ومش عايش، عنده دماغ لكن دماغه مش في دماغه، امال دماغه فين؟ في بطنه، دماغه في بطنه او دماغه في جيبه او دماغه في شهوته او دماغه في منصبه، لكن دماغه في دينه لا، هم مش عاوزين دين. قال ربي ان الذين كفروا، شوف الأسماء الموصولة تدل على العموم، ده إجماع الأصوليين، الأسماء الموصولة تدل على العموم، فقوله إن الذين كفروا يعني كل الكفار، وصدر الخطاب بإن الدل على التوكيد، الله عز وجل لا يحتاج كي يؤكد أخباره ولكن يريد أن يجعل هذه الأخبار يقينية في قلوب الأمة الإسلامية. يا إخواني، هذا القرآن لابد أن يكون به حياتنا، حياتنا لابد أن تكون بالقرآن لا بشيء آخر، وأي حياة بغير القرآن تعسا لهذه الحياة وبئس لهذه الحياة. إن الذين كفروا، كفروا، طيب، وكفروا تدل على أن هناك إرادة جماعية، وستجد أن كل الضمائر الموجودة في الآية تدل على الجماعة، ما تلاقيش واحد كافر بينكر لوحده، لا، ولا أمة كافرة تنكر لوحدها، لا، تجد هناك التعاون الاستراتيجي والتحالف الكافر الدولي لمحاربة الإسلام والقضاء على المسلمين. إن الذين كفروا وبعدين ينفقون وبعدين أموالهم وبعدين ليصدوا عن سبيل الله، قال ربي، تدي تحالفات عالمية للقضاء على الإسلام والمسلمين، تحالفات من أجل تغيير مناهج التعليم عند المسلمين. لماذا الزنوج في أمريكا من أكثر الناس تحالفا وتعصبا لليهود؟ ليه؟ بسبب مناهج التعليم، بسبب مناهج التعليم. قامت هناك مشكلة كبيرة جدا بين اليابان وبين الصين، الصين قالت لا يمكن نقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان ولا نرفع المستوى الدبلوماسي بيننا وبين اليابان حتى تقوم اليابان بحاجتين، ايه هما؟ نمرة واحد، الاعتذار عما فعله الجيش الياباني مع الشعب الصيني. الجيش الياباني ده لما دخل الصين جعل الصين مستعمرة، يعني عبودية مطلقة، كان الجندي الياباني يتقلب بين الصينيات يعني يفعل ما يشاء وكلهن إماء له. لابد من اعتذار، وذلك مع مضي يعني عشرات السنين، لابد من الاعتذار. اثنين، لابد من تغيير المناهج التعليمية التاريخية التي تؤسس العداء للصينيين. يبقى لابد من تغيير ايه؟ المناهج في اليابان.
العيال في اليابان ما يدرسوش ان العدو لهم هو الصين، لا، دي تتحذف من المناهج. وبالفعل تم حذف ذلك، تم حذف ذلك، وعادت العلاقات والامور ماشيه دلوقتي تمام. نحن الان الى هذه اللحظه لم تقم اوروبا بالاعتذار عما فعلته بديار المسلمين. اوروبا استولت على ديار المسلمين وقتلت الملايين من شباب المسلمين، الملايين قتلوا على يد الاوروبيين في كل البلاد الاسلاميه. مش كده وبس، استولوا على خيراتنا ومقدراتنا واستباحوا اعراضنا واوطاننا وجعلونا مسخا سخيفه في ايديهم يحركونها كيف شاء. يا ليتهم اكتثوا ولكنهم تجرؤوا على الاسلام وتجرؤوا على نبي الاسلام وتجرؤوا على القران كلام الله عز وجل. هل قامت اوروبا بالاعتذار؟ ما قامت. إذا كان الأنبا الفاتيكان قال بأن اليهود لم يشاركوا في صلب المسيح مخالفا بذلك عقائد النصارى قاطبة حتى يجامل اليهود، وألمانيا اعتذرت رسميا لليهود، وكل ما إسرائيل عاوزة لها 5-6 مليار دولار ثم قايلة إن النازيين دبحونا وعالوا المذابح، فألمانيا تم مديالهم 5-6 مليار دولار. وكل سنة لابد الرئيس الألماني يروح يزور النصب التذكاري بتاع الإيه؟ محرقة اليهود، ويقعد يعيط هناك ويقوم كاتب لهم شيك ب 5-6 مليار دولار. طب يا ولدان ملايين المسلمين الذين ذبحوا، من الذي يطالب بحقه؟ لم تقدم اوروبا اعتذار، ولم تدفع تعويضا، ولم تغير مناهجها لتغيير عقليات الاوروبيين. الرسام الشائه المجرم الذي يرسم نبينا صلى الله عليه وسلم، يا اخواني ده مش فعل رسام، ده نتيجه حضاره اوروبيه عفنه تعادي الإسلام وتكره المسلمين. فالمسألة مش مجرد رسام، لا، مسألة أوسع من ذلك، المسألة أوسع من ذلك. إذا يكاد لكم ينفقون الأموال العريضة، هناك في أمريكا يصورون اليهود أنهم أمة مضطهدة عذبت على يد الألمان وفصلت فصلا عنصريا، وأن الجستابو أي المخابرات الألمانية قامت بدور قاتل في تدمير الشباب اليهودي. طيب مين يا أخوانا في المجتمع الأمريكي الذي اضطهد واتفصل فصل عنصري واتمارس ضده كل أنواع الذل والاضطهاد؟ ففي أمريكا كان الأبيض لو نادى على رجل أسود تعالى يا انت امسح الجزمة، لو ما راحش يمسح الجزمة كان يضربه بالرصاص. فكان السود عبيد عند البيض في أمريكا لغاية سنة 1968 كان السود يخدمون البيض، لهم أحياء لوحدهم، باصات لوحدهم، يحرمون من كل الوظائف السيادية. تعدلت هذه المسائل بعد أواخر الستينات لا سيما في فترة نيكسون. طيب يبقى لما يدرسوا في الكتب إن اليهود كانوا بيضطهدوا وكانوا السود لما يقرأوا الكلام ده يحسوا بإيه؟ يحسوا بإيه؟ بالتعاطف تجاه اليهود، بالتعاطف تجاه اليهود. فالزنوج النصارى في أمريكا أشد تعصبا لإسرائيل من الأمريكان البيض، دي مسألة يعني مقررة. وبالتالي يعني لا تباش وتهاش ويأتي الحمقى يرقصون ويغنون ويقولون لقد تغيرت السياسة الأمريكية وسيقام العدل، أبدا أبدا أبدا، المسألة مش كده. أضرب لكم مثل بسيط ومعلش لهذه القصة. اثنين محكوم عليهم بالإعدام ولابسين البدلة الحمراء، واحد منهم راح الشاويش راح جهل راح ضربه على فيه الله انت عشان هنعدمك دلوقتي،
بيمشي ازاي؟ يكلبش في الارض ويقعد يصوت سيبوني انا مش عارف، ويقعد يكلبش. فتره الاعدام ممكن تاخد نص ساعه لغايه لما يعدموه. واحد تاني يطبطب، يا حبيبي ما تخافش، ده مساله بسيطه جدا، خطي بس معايا كده، امشي بس كده معايا كده بالراحه، لا بالراحه بالراحه، ويطبطب عليه ما تخافش، ويقعد يطبطب عليه. طب اطلع السلم ده معايا واحده واحده، اطلع كده، طب بالراحه، ها كويس، شاطر شاطر. ويوم وقفه قوم حاطين خلال 10 دقايق بايه؟ بيعدموه. ده اللي بيحصل، بوش بيضرب على القفا والتاني بيطبطب، لكن النتيجة ايه؟ واحدة، النتيجة واحدة، الحبل لابد يتحط على الرقبة ويتشنق الراجل ده، كذلك النتيجة واحدة، معاداة الإسلام ومحاربة المسلمين والتضييق عليهم في أرزاقهم وعقائدهم وتربيتهم وتعليمهم واقتصادياتهم، حتى تكون هذه الأمة أمة في ذيل الأمم، تكون أمة عابدة للأمة الأمريكية. ده هو المطلوب. واحد عاوز يعمله بالقفا وتاني يعمله بالإيه؟ بالطبطب، لكن النتيجة واحدة. قال ربي عز وجل مبشرا المؤمنين فسينفقونها، أموالهم ديت هينفقوه، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا كله في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن من الذي أتى بكم إلى هنا وأعانكم ووفقكم وألزمكم كلمة التقوى وجعلكم حقيقين بها وأهلا لها محبين لها معلين لها؟ من الذي أوضع في قلوبنا حب السنة وتحمل الأذى من أجلها؟ إنه الله، رزق الله عز وجل، رزق الله عز وجل. إذن أبدا لن يضعف هذا الدين، وأبدا لن ينمحي هذا الدين. وإذا انمحت أمة ستأتي أمة، وإذا انمحينا سيأتي أولادنا وأولاد أولادنا ليقيموا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. حدث خطير جدا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في منتهى العجب، ولكن هذا الحدث لأهميته سأجعله في الدرس القادم، لكن لابد أن تعلموا ما هذا الحدث الجلل الذي بالفعل غير تاريخ المسلمين إلى هذه اللحظة، بل إلى يوم قيام الساعة. ما ذلك الحدث؟ سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى. وكانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان سنه عند وفاته 63 سنة رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر، وذلك أيضا كان سن صاحبين. إن شاء الله نكمل الموضوع في الدرس القادم، وأخبركم بهذا الحدث الجلل الذي يجب عليكم أن تعلموه وتقفوا على فوائده وتعرفوا أهميته حتى يكون منكم على ذكر. والله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله.